كنت قاعد على انستغرام كذا طفشان لغاية ما شفت هذا المنشور وقلت ويو، نظرية مغامرات دورة، هل كانت في الحقيقة مصابة بمرض عقلي؟ هذا جوي، هذا واحد اسم قناته باكا 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 يعني اكيد حيدور على هذه الاشياء العبيطة. فقلت خلينا نشوف مع بعضينا ايش هذه النظرية وهل هي حقيقية ام لا. في نظرية عن كرتون دورة تقول ان دورة في الاساس بنت مصابة بعدة امراض عقلية، يعني حتى مش مرض واحد، عدة امراض واعاقة ذهنية، وهذا يفسر حجم راسها اللي كبير بشكل غير طبيعي عن بقية الأطفال. إيش كمان يقول لك؟ وهذا يفسر أيضا وجود القرد موزو مع دورة بكل وقت، لأنه حيوانها الإرشادي ويخدمها ويساعدها لأن ما تقدر تسوي كل شيء بنفسها. يا سلام يا سلام على التحليل أبو كلبي. ولكن خلينا نكمل ونشوف إيش راح يقول. السوارة، السوارة اللي على يد دورة وتكون لابستها دائما، هي عبارة عن جهاز تنبيه طبي. هذه السوارة اللي تشوفوها هنا هي جهاز تنبيه طبي في حال حصل لها أي شيء، ولهذا السبب الخريطة تكرر نفسها دائما 3 مرات أو أكثر. خريطة أنا 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 خريطة. لأن استيعاب دورة بطيء. إيش قصدك يا ولا؟ يعني أي شخص استيعابه بطيء راح يكون عنده إعاقة ذهنية؟ للأمانة الفيديو مضحك، يعني ما أدري اللي سواه، هل كان يعني من جده ولا كان يستهبل؟ إذا كان يستهبل فهذا شخص كوميدي خرافي هلس يجي معانا في القناة هنا. أما إذا كان من جده فيعني الصراحة أنت فاضي فضيان مش طبيعي، وأنصحك تدور شيء ثاني تشوفه أو تسويه في حياتك يعني. لكن الفشي اللي اكتشفته أنا أن نظريات دورة ما تنتهي لحد هنا. عندك نظرية مرعبة أخرى، نظرية مرعبة عن أغنية مغامرات دورة. يا سلام، هي أكثر أغنية بسيطة بالعالم وأكثر أغنية تافهة بالعالم، اللي هي عبارة عن بس، ولكن سووا لها نظرية ومرعبة. يقال بأن كل من عكسها، يعني عكس الأغنية، وجدها كلحن آخر وكان مرعب للغاية لدرجة لا يستطيع سماعها كاملة، وقد تكون نداء للشيطان، فاحذر منها بمنتصف الليل. ولنتساءل أيضا هل تحمل خلفها رسائل خفية مرعبة؟ هذا ما سنراه بعد قليل. مرعب للغاية لدرجة لا يستطيع أحد سماعها. أنا عايز هذا الرعب، أنا عايز هذا، أنا عايز أشخ في سروالي الآن من الرعب بسبب أغنية دورة. يلا خلينا نشوف ايش هذا في تكمل. اوكي، قد تكون مصدر ازعاج عند سماعها، ولكن قد تكون رسالة خفية ومرعبة، منادات لشيء اخر. ماذا سيكون تفسيرك لانعكاس الاغنية درجة ان الله؟ خلينا نشوف ايش هذا الاغنية. لو نلاحظ تداخل صوتها مع ترددات غريبة ما هي مفهومة، أكيد ما هي مفهومة، أكيد ما هي مفهومة يا ابني يا ابني يا ابني، أكيد ما هي مفهومة. الأغنية كذا وعكسها بالمقلوب وقال لك إيش؟ قال لك إنه هذه الكلمات فسرها من كيسة يعني. أغنية دورة معكوسة، ما في أي شيء مرعب في الحياة يعني. أي أغنية تعكسها راح تحس إنه واو إيش هذا، هذا سوالف الجن والشياطين؟ لا، هذه سوالف المستهبلين يعني الصراحة، أو الفاضين يعني. دورة كرتون موجه للأطفال الصغار، الصغار جدا، وهذا كرتون يسمى كرتون تفاعلي، يعني الشخصية كذا تطلع وتطلب من المشاهدين انهم يتفاعلون معاها. فيعني الموضوع بسيط جدا، بس الانترنت لازم يسوي نظريات ومؤامرات، وستطلع دورة ماسونية وكذا وكذا. مش بس دورة عليها نظريات، نظرية رعب على سبونج بوب. يعني يقولك اغرب نظرية لسبونج بوب، هل لؤلؤة هي ابنة مستر سلطع؟ وما هي الحقيقة الغائبة؟ من النظريات الصادمة التي تداولت خلال الفترات هي يعني علاقة سلطع ولؤلؤة في الحقيقة. نظريات وتداولت خلال الفترات، يا زين فضاوتكم. عايفين كوكب الأرض كلها وجالسين هكذا مجموعة جالسين يتداولون نظريات سلطع ولؤلؤة. قبل لا نكمل الفيديو أحب أشكر جزيل الشكر جنودنا البواسل الأقوياء المنتسبون في القناة. في لينك في الديسكريبشن تقدر تدخل عليه من خلاله تنتسب في القناة. يعني ايش؟ يعني تدفع مبلغ صغنن كذا، مقابل هذا المبلغ تحصل على خدمات كثيرة، خدمات وميزات.
هذا الانتساب بحد ذاته يساعد الـ RBM، وبالتالي رينك القناة راح يرتفع ويزيد، وبالتالي انت راح تساعدني ليس فقط ماديا وإنما معنويا. فالانتساب بالقناة مهم جدا في هذه المرحلة حاليا لو عندك هذه الإمكانيات. لو ما عندكش مش مشكلة خالص، لو ما تقدر ماديا عطنا لايك واشترك في القناة، هذا يكفي وبس. ونرجع للفيديو. في هنا بعض الكرتونات اللي مفترض انها مرعبة، قفزنا مباشرة للثالث. يقول له اتحدى احد ما نسي هذه الحلقة. الصراحة مش عارف اسم الكرتون ولا عارف اسم الحلقة هذه يعني، ولا حتى الكرتون اللي تحت. تنبؤات مسلسل The Simpsons، طبعا الباء لا تلفظ في The Simpsons، واللي يقول لك حرفيا رعب. لا رعب ولا بطيخ الصراحة. كرتون اول شيء موجه للبالغين، يعني موجه للكبار، ما ينفع تشوفه وانت صغير. وثاني شيء هو هلس وكوميديا ومسخرة، يعني ما بلا رسائل ولا أشياء ولا أي بطيخ. يقول لك أيضا الحلقات المفقودة وحاطين صورة توم. هذه من جد في حلقتين لتوم وجيري، حلقتين كانت موجهة للبالغين ما موجهة أبدا للأطفال. في حلقة اللي هي حلقة القطار، وفي هذه الحلقة لما توم بيموت. هذه حلقة جدا يعني عميقة ومش موجهة أبدا للأطفال، فهذه أتفق فيها، أما الباقي فلا هلس. الآن خلينا نشوف إيش هي الأشياء اللي المتابعين يخاف منها. فأول تعليق معانا يقول أخاف من المعلمات العربية، يعني من مدرسات أو معلمات اللغة العربية. واضح أنك بنت على أتوقع يعني، وواضح أن عندك تجربة مريرة مع مدرسات العربية زي تجربتي الأوكلبية مع مدرسين ومدرسات الرياضيات. يعني جمولة تقول كنت قاعدة بالحوش أو بالطرمح، إخواني التوأم فوق بالطابق الثاني شمروا علي نعال، وأنا على بالي وقع من السماء. جالسة كذا وسقط على راسها كذا نعال، فهي فاكرة انه هذا نعال من السماء. يعني كنت اخاف من الورد، وكانوا اهلي يحطوا ورد يم الباب قرب الباب مشان ما اطلع. What the hell is this؟ اغرب شيء ممكن الواحد يخاف منه ورد من جدك يعني. ود فاطمة تقول انا كنت اخاف من مناديل الحمام. ايش؟ لانها احسها مثل راح في اخطاء املائيه، ولكن ما علينا. انا فهمت مقصدها، ان ورق الحمام هذا راح يلتف حول جسدها كذا، فيصير شكلها كذا زي المومياء. اوكي يعني في البدايه مناديل الحمام يعني حسيتها جدا غبيه، ولكن بعد ما فسرتيها يعني ممكن فيها وجهه نظر. انا بخاف من البسس. ايش فيكم يا عيال؟ ايش فيكم يا عيال؟ واحد يخاف من الورد، واحد يخاف من المناديل، واحد يخاف ايش فيه؟ ايش كانت طفولتكم بالضبط؟ انا نفسي اعرف. أوتاكو يقول أخاف من أمي الصراحة حتى أنا. والموضوع ما له علاقة بالعمر، يعني حتى لو صار عمرك 1000 سنة برضه حتخاف من أمك يعني. من كنت صغيرة حلمت إبليس يطبخني. وبعد هذاك اليوم صرت أخاف أظل بمكان لوحدي، أخاف إبليس يطبخني. الشيف إبليس للوجبات السريعة حينا إبليس حينا في ماكدونالدز. وبس إلى هنا خلصنا هذا الفيديو. إذا عجبك عطنا لايك، اشترك في القناة، شيك على الفيديوهات السابقة، انتظرنا في الفيديوهات الجاية، وإلى اللقاء.